بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في قناة موني كروشيه. النهاردة ان شاء الله هنعمل فيديو مميز، هنعمل جراب او حافظة لادوات السفرة عندنا. هيبقى شكلها مميز جدا وشكلها جميل، وتقدري ان انت تنفذيها وتزينيها سواء بوردة او فيونكة، فهتبقى شكلها حلو جدا ومميز على سفرتك. فيلا بينا كده نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نشتغل مع بعض الجراب او الحافظة دي. وبيسعدني لو اول مرة بتشوفي قناتي، ما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس وتدوسي على زر الكل عشان يوصلك كل شيء جديد من اللي بننفذه مع بعض في القناة. ويلا بينا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم. هشتغل بخيط ماريوت، وخيط ماريوت 20% اكليريك و 80% قطن، وهشتغل بإبرة رقم 1 ملليمتر. طبعا تقدري تشتغلي بأي خيط متوفر عندك، بس يفضل ان يكون خيط قطن زي مثلا اليزا ديفا او اليزا ديفا بلس، يعني زي ما تحبي، بس يفضل يكون خيط قطن. بعد كده هنبدأ نسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ نعمل عقدة البداية ونرتفع بواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ارتفعت بخمس سلاسل، هاجي في اول سلسلة وهقفل بمنزلق. اتكونت عندي الحلقة دي. بعد كده هرتفع بواحد اتنين تلاتة، تلات سلاسل وهعتبرهم العمود الاول. هدخل في الحلقة اللي اتكونت عندي دي وهعمل عمودين بلف، واحد اتنين، يبقى كده اصبح عندي تلات عمود بلفة بما فيهم التلات سلاسل ارتفاع. بعد كده هرتفع بواحد اتنين تلاتة، تلات سلاسل وهدخل في نفس الدايرة اللي اتكونت عندي وهعمل تلاتة عمود بلف، واحد اتنين تلاتة. بعد كده هرتفع بتلاتة سلسلة وهدخل في نفس الدايرة بتاعتي وهعمل تلاتة عمود بلف، واحد اتنين تلاتة. هكرر، هرتفع بتلاتة سلسلة وهدخل في نفس الدايرة وهعمل اخر مجموعة عندي تلاتة عمود بلف، واحد اتنين تلاتة. بالشكل ده اتكون عندي اربع مجموعات، كل مجموعة مكونة من تلاتة عمود بلفة، وما بين كل مجموعة ومجموعة كنا بناخد تلات سلاسل مسافة ما بين كل مجموعة ومجموعة. انا عايزة اقفل المربع بتاعي، برتفع بسلسلة وبلف الخيط على الإبرة وباجي في تاني عمود بعد السلسلة وبدخل فيه وبعمل نص عمود اللي هما تلات حلقات على الإبرة، هسحبهم كلهم مرة واحدة، اتكون عندي المربع الصغير ده. بقينا كده في منتصف المربع بتاعنا، هندخل ونعمل واحد اتنين تلاتة، تلات سلاسل وهلف الخيط على الإبرة وهدخل في نفس الفراغ اللي ارتفعت منه بالتلات سلاسل وهعمل عمود اتنين. كده بقوا تلات أعمدة. بعد كده هرتفع بسلسلتين، واحد اتنين، وهدخل في نفس الفراغ وهعمل تلاتة عمود بلف، واحد اتنين تلاتة. بالشكل ده اتكون عندي الصدفة دي. بعد كده هرتفع بتلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، هاجي في الفراغ اللي بعده وهكون صدفة تاني اللي هي مكونة من تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود، ادي تلاتة. بعد كده هنعمل سلسلتين، واحد اتنين، وهدخل في نفس الفراغ وهعمل تلاتة عمود، واحد اتنين تلاتة.
بعد كده ارتفع بتلاتة سلسله وهدخل في الفراغ اللي بعده وهكون برضو الصدفه اللي هي مكونه من تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود، وهكمل كده لنهايه السطر بتاعي. بكده قربت على نهايه السطر بتاعي، كونت 4 صدفات، ادي 1 2 3 4. اخر حاجه هعملها ارتفع ب1 2 3 3 سلاسل. بعد كده هاجي عند ثالث سلسلة ارتفاع وهدخل فيها وهعمل منزلق، يبقى اتكون عندي 4 صدفات اهم، 1 2 3 4، وما بين كل صدفة وصدفة كنا بنعمل 3 سلسلة. انا عايزة اوصل لفراغ الصدفة دي، فهدخل في تاني عمود وهعمل منزلقة، وفي العمود الثالث وهدخل وهعمل منزلقة، وهدخل في الفراغ وهعمل منزلقة. بقينا كده في منتصف الصدفة اهو. بعد كده هرتفع ب1 2 3 3 سلاسل اللي هم هعتبرهم اول عمود، وهدخل في نفس الفراغ وهعمل عمودين تانيين، 1 2، ارتفع بسلسلتين 1 2، وهعمل 3 عمود بلف، 1 2 3. يعني كونت صدفة فوق الصدفة. بعد كده هرتفع بسلسلة واحدة بس، وهاجي هنا في الفراغ اللي هيقابلني اللي كان مكون من 3 سلسلة وهعمل فيه 5 عمود، 1 2 3 4 5 بالشكل ده. بعد كده هرتفع بسلسلة وهدخل هنا في منتصف الصدفة التانية وهعمل صدفة فوق الصدفة، 1 2 3 سلسلتين، وهاجي في نفس الفراغ وهعمل 3 عمود بلفة، 1 2 3 بالشكل ده. بعد كده هعمل 1 2 3 3 سلاسل، هاجي في منتصف الصدفة دي التالتة وهعمل صدفة فوق الصدفة، 1 2 3، هرتفع بسلسلتين وهدخل في نفس الفراغ وهعمل 3 عمود بلف، بالشكل ده. بعد كده هعمل سلسلة وهاجي في الفراغ اللي كان مكون من 3 سلسلة ده وهعمل فيه 5 عمود بلف، 1 2 3 4 5، عملت 5 عمود بلف. بعد كده هرتفع بسلسلة وهاجي في منتصف الصدفة وهعمل صدفة فوق الصدفة، ادي 1 2 3 سلسلتين، وهاجي في نفس الفراغ وهعمل 3 عمود بلف، 1 2 3. يبقى احنا هنا لو لاحظنا عملنا هنا 5 عمود وقدامهم 5 عمود التانيين. وبعد كده هنيجي هنا هنرتفع ب3 سلسلة وهاجي في تالت سلسلة ارتفاع وهدخل وهعمل منزلق. ابتدت تتقوس معايا اهي بالشكل ده،
وزي ما قلنا عايزين نوصل لمنتصف الصدفة، فبندخل في العمود الثاني وبعمل منزلقة، وفي العمود الثالث وبعمل منزلقة، وفي الفراغ نفسه وبعمل منزلقة. كده وصلنا لمنتصف الصدفة، وهعمل صدفة فوق الصدفة. ارتفعت بثلاثة سلسلة وهدخل وهعمل عمودين تانيين، واحد اتنين سلسلتين، وهدخل في نفس الفراغ وهعمل ثلاثة عمود بلفة، واحد اتنين ثلاثة. يبقى عملت صدفة فوق الصدفة. بعد كده هرتفع بسلسلة، وهاجي هنا هيقابلني الفراغ اللي كان مكون من سلسلة، هدخل فيه وهعمل عمود بلفة. هاجي هنا كنا عاملين الخمسة عمود بلفة، هعمل عمود فوق كل عمود، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. هيقابلني الفراغ التاني ده اللي هو كان مكون برضو من سلسلة، هدخل فيه وهعمل عمود بلف. لو جينا هنا عدينا عدد الأعمدة اللي اشتغلناها هنا هنلاقيهم سبعة. احنا بدأنا هنا في السطر اللي قبله بخمس أعمدة، زودنا هنا عمود وهنا عمود، وكان في الوسط الخمسة، يبقى بقوم أصبحوا سبع أعمدة. بعد كده هرتفع بسلسلة واحدة، هتقابلني الصدفة التانية دي، هدخل فيها وهعمل صدفة فوق الصدفة، اتنين تلاتة سلسلتين، وهدخل في نفس المكان وهعمل تلاتة عمود بلف. بالشكل ده. بعد كده هنعمل تلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة. هاجي هنا وهعمل صدفة فوق الصدفة، واحد اتنين تلاتة، وهنعمل سلسلتين، وهاجي في نفس الفراغ وهعمل تلاتة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة. بالشكل ده. بعد كده هعمل سلسلة زي ما عملت السطر اللي فات، وهاجي هنا هيقابلني الفراغ اللي كان مكون من سلسلة، هدخل فيه وهعمل عمود بلف. بعد كده الخمس أعمدة اللي قدامي دول هعمل فوق كل عمود عمود، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. هيقابلني الفراغ التاني اللي كان مكون برضو من سلسلة، هدخل فيه وهعمل عمود. أصبح عندي السبع أعمدة أهم، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة. بعد كده هرتفع بسلسلة وهتقابلني الصدفة التالتة، هعمل فوقيها صدفة، تلاتة سلسلتين في نفس الفراغ، وهعمل تلاتة عمود بلف، واحد اتنين تلاتة. بعد كده هعمل التلات سلاسل زي السطر اللي قبله، واحد اتنين تلاتة، وهقفل بمنزلقة في تالت سلسلة ارتفاع. بالشكل ده. بعد كده عايزين نوصل لمنتصف الصدفة بتاعتنا، هندخل بمنزلقة في تاني عمود، ومنزلقة في العمود التالت، ومنزلقة في منتصف الصدفة. يبقى كده وصلنا للمنتصف، هنعمل تلاتة سلسلة واتنين عمود جنب التلاتة سلسلة، يبقوا تلاتة عمود.
وبعد كده هرتفع بسلسلتين وهدخل في نفس الفراغ عشان اكمل الصدفة بتاعتي اللي هم التلاتة عمود التاني اهو بالشكل ده. بعد كده هعمل سلسلة واحدة هيقابلني الفراغ اللي كان مكون من سلسلة، هدخل فيه وهعمل عمود. بعد كده هيقابلني السبع أعمدة اللي كنا عاملينهم في السطر اللي فات، هنعمل فوق كل عمود عمود. ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. بعد كده هيقابلني الفراغ اللي كان مكون من سلسلة، هدخل فيه وهعمل عمود. كده أصبحوا عندي تسع أعمدة. لو نلاحظ بقى ان في كل سطر بيزيد عمودين، العمود اللي انا بزوده هنا والعمود اللي بزوده هنا، كانوا هنا سبعة زودت عمودين بقوم تسعة. بعد كده هرتفع بسلسلة وهروح عند الصدفة التالتة وهعمل صدفة فوق الصدفة. بعد كده هرتفع بتلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، وهقفل بمنزلقة في تالت سلسلة. لا انا لسه مش هقفل، انا هدخل هنا عند الصدفة بتاعتي وهعمل صدفة فوق الصدفة. تلاتة اتنين سلسلتين، وهدخل في نفس المكان وهعمل تلاتة عمود بلف. بعد كده هرتفع بسلسلة واحدة وهدخل هنا في الفراغ المكون من سلسلة وهعمل عمود. بعد كده هيقابلني السبع أعمدة، هعمل فوق كل عمود عمود. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. هيقابلني الفراغ التاني، هدخل وهعمل فوقيه عمود، يبقى أصبح عندي برضو التسع أعمدة. بعد كده هرتفع بسلسلة وهاجي هنا هعمل صدفة فوق الصدفة. واحد اتنين تلاتة سلسلتين، وهدخل في نفس الفراغ وهعمل تلاتة عمود. واحد اتنين تلاتة. بعد كده هرتفع بتلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، وهاجي هنا في تالت سلسلة ارتفاع وهقفل بمنزلق بالشكل ده. هرتفع بقى بعدد السطور اللي انا حباه واشوف الطول المناسب اللي انا محتاجاه. هشتغل كذا سطر وهرجع لكم عشان نشوف الشكل هيكون ازاي. اشتغلت تسع سطور بالشكل ده، اصبح عندي 21 عمود من دول. لو تحبي تكبريهم عن كده ده شيء يرجع لك. انا وصلت هنا وقفلت بمنزلقة. حابين ان احنا بقى نوصل هنا لمنتصف الصدفة زي ما اتعلمنا، بندخل بمنزلقة في تاني عمود ومنزلقة في العمود التالت ومنزلقة في منتصف الزاوية، وهعمل ثلاث سلاسل. بعد كده هدخل هلف الخيط على الإبرة وهدخل في منتصف الصدفة الأولانية، وانا عايزة اضم الجنبين على بعض، هدخل في منتصف الصدفة الأولانية وهاجي هنا في منتصف الصدفة التانية وهدخل وهسحب الخيط وهعمل العمود التاني، وفي منتصف الصدفتين برضو وهدخل وهعمل العمود التالت. بعد كده هرتفع بالسلسلتين بتوعي وفي منتصف الصدفتين وهعمل
التلاتة عمود التانيين، واحد اتنين تلاتة. بالشكل ده اكون ضميت الجنبين على بعض اهو، اتضموا على بعض. بعد كده هنعمل ايه؟ هنرتفع بواحد اتنين تلاتة، تلات سلاسل، وهاجي هنا في اول عمود وهدخل وهعمل غرزة حشو. بعد كده هرتفع بواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، خمس سلاسل، وهسيب من تحت عمود اتنين وهاجي في العمود رقم تلاتة وهدخل واعمل غرزة حشو. بعد كده هكرر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، خمس سلاسل، وهسيب من تحت عمود اتنين وفي العمود التالت وهدخل وهعمل غرزة حشو. وهكرر بنفس الطريقة دي تلات خمس سلاسل، وبسيب من تحت عمودين وباجي في العمود التالت وبعمل غرزة حشو. بنفس الطريقة دي هيطلع لي الفراغات دي اهي، وهستمر بنفس الطريقة لما اوصل للصدفة دي، وهنرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. خلصت السطر بتاعي ووصلت للصدفة اهي وخلصتها بقى بالشكل ده. بعد كده هرتفع بسلسلة وهدور الشغل بتاعي، وهاجي هنا في العمود التاني وهدخل وهعمل غرزة منزلقة، وفي العمود التالت وهدخل وهعمل منزلقة، وفي منتصف الصدفة منزلقة. وهرتفع بواحد اتنين تلاتة، تلات سلاسل، وهدخل وهعمل العمودين التانيين عشان اعمل صدفة فوق الصدفة، تلاتة عمود سلسلتين، وفي نفس المكان تلاتة عمود، واحد اتنين تلاتة. بعد كده هرتفع بواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، خمس سلاسل، وهاجي هنا هسيب التلات سلاسل دول وهدخل هنا على طول في الخمس سلاسل وهعمل غرزة حشو. وبعد كده هرتفع بواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة في الفراغ اللي بعده وهعمل غرزة حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، غرزة حشو. وهستمر بنفس الطريقة لما اوصل للصدفة بتاعتي دي، وهعمل صدفة فوق الصدفة ونرجع مع بعض. خلصت السطر بتاعي بقى بالشكل ده، وعملت وارتفعت وعملت صدفة، دورت الشغل وعملت صدفة فوق الصدفة. ولو نلاحظ ان عدد الاقواس اللي هي دي هتقل كل ما بطلع سطر، يعني بدأنا هنا من اول هنا، نعد من اول هنا، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، في السطر الاول ستة اقواس. السطر التاني اللي هو من اول هنا، واحد اتنين تلاتة اربعة خمس اقواس، فكل ما هنطلع سطر هيقل عدد الاقواس. فهنشوف مع بعض كده. فعملت صدفة فوق الصدفة وهرتفع بالخمس سلاسل بتوعي، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وهاجي هنا في الاول فراغ هنا وهدخل وهعمل غرزة حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ادي اول قوس اهو، واحد او اول فراغ، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. في الفراغ التاني هعمل غرزة حشو، فراغ التالت غرزة حشو، اتنين تلاتة اربعة خمسة، والفراغ الرابع غرزة حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهدخل مباشرة وهعمل الصدفة بتاعتي، تلاتة عمود سلسلتين، تلاتة عمود، تلاتة واحد اتنين سلسلتين، وهعمل التلاتة عمود التانيين، واحد اتنين تلاتة بالشكل ده. هبص الاقي عدد الاقواس بتاعتي بقوم اربعة اهم، واحد اتنين تلاتة اربعة. وكل ما بطلع سطر ببص الاقي ان عدد الاقواس بتاعتي بتقل قوس. هكمل لحد ما يوصل لفراغ واحد وهنرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. اشتغلت السطور بتاعتي ووصل عندي للفراغ واحد اهو. بعد كده هنعمل ايه؟ هرتفع بسلسلة
وهدور الشغل. بعد ما ارتفعت بالسلسلة بدور الشغل، وعشان نوصل لمنتصف الصدفة زي ما بنعمل بندخل بمنزلقة في تاني عمود، ومنزلقة في العمود التالت، ومنزلقة في الفراغ، وبنعمل صدفة فوق الصدفة. برتفع بتلات سلاسل، والعمود التاني العمود التالت، وبعمل سلسلتين، وبدخل في نفس الفراغ واشتغل تلاتة عمود بلف، اتنين تلاتة. بعد كده هرتفع بواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، خمس سلاسل، وباجي عند اخر فراغ عندي وبدخل وبعمل غرزة حشو. بعد كده برتفع بواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وبدخل في الصدفة بتاعتي وبعمل صدفة فوق الصدفة، اتنين تلاتة، سلسلتين، وبدخل في نفس المكان وبعمل تلاتة عمود بلف. بعد كده برتفع بسلسلة وادور الشغل، وهنا هدخل بمنزلقة في تاني عمود، منزلقة في العمود التالت، ومنزلقة في الفراغ، وبرتفع بواحد اتنين تلاتة، تلات سلاسل، ورف الخيط على الإبرة، وبدخل في منتصف الصدفة وبدخل وبعمل عمود مش مكتمل. يبقى عندي حلقتين على الإبرة، هلف الخيط وبدخل وبعمل عمود تاني مش مكتمل. بقوم تلات حلقات على الإبرة، بسيبهم على الإبرة، وباجي بتنقل مباشرة للصدفة التانية وبعمل عمود مش مكتمل. بعد كده عمود التاني مش مكتمل، وبعد كده العمود التالت وما كملوش. بقى عندي اربع سلاسل على الإبرة، هسحبهم كلهم من على الإبرة وهقفل بغرزة تثبيت وهقص الخيط. بالشكل ده. طبعا الخيط ده هننضفه. بعد كده هنيجي للجزء التاني ده، وهنعمل فيه ايه؟ هندخل الابرة بالشكل ده في رابع في اخر عمود من التلات اعمدة التانيين. هدخل الابرة وهسحب الخيط بتاعي، وهبتدي ان انا ارتفع بواحد اتنين تلاتة، تلات سلاسل، وهدخل في نفس الفراغ وهعمل واحد اتنين تلاتة، اربعة. عملت اربع اعمدة والتلات سلاسل ارتفاع، يبقى كده اصبح عندي خمس اعمدة. بعد كده هسيب من تحت واحد اتنين عمودين، وهاجي في العمود التالت وهعمل غرزة حشو. هكمل بنفس الطريقة، هرتفع بواحد اتنين تلاتة، تلات سلاسل، وفي نفس المكان اللي ارتفعت منه، وهدخل وهعمل اربعة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة اربعة. هسيب من تحت واحد اتنين عمودين، وهدخل في التالت وهعمل غرزة حشو بالشكل ده، واحد اتنين تلاتة، وفي نفس المكان اللي ارتفعت منه وبعمل اربعة عمود بلف، اتنين تلاتة اربعة. وهعد من تحت واحد اتنين، وهاجي في العمود التالت وهعمل غرزة حشو، وهستمر بنفس الطريقة لنهاية السطر. وهنرجع مع بعض نشوف الشكل النهائي للجراب بتاعنا او الحافظة بتاعتنا. وبكده اكون زينت الاطراف بالفستون وحطيت له الوردة دي، وده الشكل النهائي للجراب بتاعنا او الحافظة ادوات السفرة. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.